جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهارات دعوية، الحلقة السادسة، بعنوان اغرس شجرة الدعوة كما غرسها المرسلون. يكفينا شرفا أن الله اختارنا في دعوته، كما قال الشاعر: قد اختارنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سنته. وهذا الواجب نؤديه ونغرس بذور الإسلام، والشجرة سوف تؤتي أكلها بإذن ربها. وعلينا أن نعمل ولا ننتظر النتائج، فالنتائج عند الله عز وجل، كما يقول أحد العلماء: أجراء عند الله أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا، عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير. نمضي في هذه الدعوة ونبلغ كما بلغها المرسلون. ونحن نسمع نوح عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود عليه الصلاة والسلام قال كذلك: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. بلغوا وعملوا، وهذه الدعوة تحتاج إلى البلاغ، والبلاغ على بصيرة، كما يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الحق جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن علينا أن ننتبه دائما بأن المثبطين والمرجفين كثيرون، كثيرون يقولون بأنكم دعوتم إلى الله عز وجل، فماذا جنيتم من هذه الدعوة؟ هل انتصرت هذه الدعوة؟ أم نجد أن هذه الدعوة في تراجع؟ ليس علينا شأن بهذا الأمر، هذا شأن الله عز وجل. نحن علينا البلاغ، كما قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول جل شأنه: إن عليك إلا البلاغ. هكذا فقط، إن عليك إلا البلاغ. عليك، علينا جميعا أن نبلغ دعوة الله عز وجل بقدر الوسع وبقدر الطاقة. وهذا شرف أن نبين للناس معالم هذا الدين، ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى لنخرجهم من الظلمات إلى النور، كما هي وظيفة النبيين والمرسلين. ذلك الإنسان مهما ثبطه المثبطون وحاولوا أن يوقعوا في نفسه اليأس، فإنه لا يتأخر، بل يبقى دائما ثابتا على النهج، كما يقول السباعي رحمه الله: لا تتأخر عن كلمة الحق بحجة أنها لا تسمع، فما من بذرة طيبة إلا ولها أرض خصبة. أرض الخصبة موجودة، نحن نغرس ونغرس ونتعاهد هذه الثمرة بالسقي والرعاية والسماد وتقليم الأشواك، ولا بد أن تؤتي الشجرة أكلها.
كما نجده عليه الصلاة والسلام بلغ ودعا وجاهد وفعل أشياء كثيرة وتحمل وصبر وصابر إلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول القرضاوي رحمه الله وهو يرد على أولئك الذين يظنون بأن الدعوة لن تؤتي أكلها وثمارها: عجبت لهم، قالوا: تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فأقصر ولا تجهد رياعك، إنما ستبذر حبا في ثرى ليس بالخصب. فقلت لهم مهلا، فما اليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب، إذا أنا أبلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. إذا أنا أبلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. نحن نرتقب ونرجو الأجر من الله عز وجل. أما دخل الناس في الدين أم لم يدخلوا، استجابوا أم لم يستجيبوا، فهذا الأمر ليس إلينا. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها، تجني الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكدير يأتيها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدعو إلى الله عز وجل بدون يأس أو كلل أو ملل. نرجو الثواب من الله عز وجل، وننتظر أن تثمر شجرة الإسلام الثمار الطيبة. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.